لدى استقبال سموه لكبار أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تسودها روح التفاؤل والثقة بأن المستقبل دائما مشرق ومزدهر، منوها سموه إلى أن عملية البناء متواصلة ومسيرة التنمية مستمرة من أجل تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل. وقال سموه إن مملكة البحرين تشهد نموا متصاعدا على كافة الأصعدة من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير والتحديث بمختلف مدن وقرى المملكة، ممتدحا سموه شعب البحرين بعطائه وولائه ووقوفه دائما مع قيادة بلاده. وأضاف سموه أن العمل في إنجاز هذه المشروعات يسير بوتيرة متسارعة، ونحرص شخصيا على متابعة مدى التقدم في عمليات التنفيذ بالشكل الذي يضمن أن تكون في المستوى الذي يليق بأبناء البحرين ويعزز في ذات الوقت من مكانة البحرين كبلد جاذب للاستثمارات. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضيبية صباح اليوم كبار أفراد العائلة الحاكمة وعددا من المسؤولين، حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من قضايا الشأن العام. وخلال اللقاء أكد سموه أن قوة المجتمع البحريني في وحدته الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعي، وأن التحديات لن تزيدنا إلا إصرارا على تحقيق ما نرجو للوطن وشعبه من ازدهار ورخاء. وأشاد سموه بعطاءات أبناء البحرين في مختلف المواقع وما يبدونه من حرص واهتمام بالإسهام بشكل إيجابي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والمشاركة بفعالية في عملية التنمية بعزم وإخلاص يعكس المعدن الطيب الذي يتميز به الشعب البحريني على الدوام. من جانبهم أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جميع ما يبذله من جهود غايتها تقدم الوطن وازدهاره، مؤكدين أن عطاءات سموه ومواقفه المشهودة لصالح الوطن والمواطنين هي مصدر فخر واعتزاز للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل مسيرة البناء والخير لمملكة البحرين وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.